تدريب منتخب مصر، ولكن هو اشترط اكتر من حاجه. اول حاجه ان هو مش هيقدر يرجع قبل الوقت المحدد، هو عنده اجازه لسه قدامه 10 ايام او 14 يوم، مش هيقدر يرجع قبل الوقت ده. طب يا هديك رضيك اسبوع 3 ايام، قال لهم لا انا كده كده في الوقت ده. حاجه تانية، التفاوض هيكون مباشر، مش هتفاوض في زوم ميتنج او كده، لا انا عايز يجي مصر، ووش الوش نتقابل يعني. في الامارات نتقابل في ايا كان، المهم هنتقابل فيس تو فيس، نتكلم بقى في ايه، في الحاجات اللي عندي قبل كده، نتكلم في كل حاجه، وبالتالي نبتدي نشوف نحط الخطه. ولا الراجل يتكلم في فلوس نهائي، ولا اتكلم في اي حاجه في جهاز المعاون، يجيب مين وما يجيبش مين، لما يجي يقعد يتكلم يعني. طيب ده طب اتحاد الكوره قادر يستنى؟ لا اتحاد الكوره مستعجل، مستعجل يعني. هم شايفين ده بيحلل في ورق وبيشوف هو بيحلل الورق اللي بدايه السي في بتاعه كيروش كان هو الاختيار الاول ليه. برضو دي برضو نقطه اتكلم فيها درويش، وبيتكلم احنا النهارده بنروح مثلا لاسم احنا عارفينه وهو اولى. لا الموضوع مش كده، الموضوع ليه اسباب، ليه كيروش او ليه كيروش هو الرقم واحد. لان النهارده اتحاد الكوره شايف ان المنتخب في مأزق النهارده، ان انت عندك 3 نقط زيك زي منتخبين تانيين، فبالتالي انت مش ضامن الصعود لكاس افريقيا. تمام، انت لما تجيب مدرب، خصوصا كمان ان في مدربين من الثلاث مدربين دول ما دربوش في افريقيا، لما تجيب مدرب بتقول لي الاسماء ايه؟ طيب ما انا ما يعني مش هينفع نتكلم في الاسماء دلوقتي، لان يعني في برضو يعني هم حابين طبعا فيها سريه عليها. وبالتالي هي القصه كلها ان احنا لسه دلوقتي في قصه مدارس ايه اوروبيه، برتغال في مدارس برتغاليه، في مدارس برضو امريكا اللاتينيه، في مدرب امريكا من امريكا اللاتينيه، ولكن المدربين دول ارجنتيني برازيلي في اسماء كبيره يعني، اسماء فعلا كبيره جدا، بس فيهم يعني بعض الحاجات اللي مش عيوب فيهم. ولكن ليه كيروش هو رقم واحد؟ مش عشان هو افضل منهم، ولكن كيروش هو بما انه هو راجل عارف المنتخب، عارف اللعيبه، مدرب الناس وعارف، مدرب اللعيبه وعارفها. وعندنا كيروش قعد كام شهر؟ 6 شهور، حوالي 6 شهور صح؟ من شهر 9 6 شهور من شهر 9 ل 3. وكمان هو عشان عارف اللعيبه، فانت بالتالي لما تيجي تخش في المباراه اللي هي في شهر 9 ما يبقاش عندك مشكله ان انت ايه المدير الفني يبقى فيها ريسك يعني، الموضوع مش شايفينه هيبقى ريسك شويه. ولكن هو لو ما كانش في ماتشات يعني عاجله او كده، انا كنت بقول لك كيروش مش هيكون في الحسابات، مش عشان عدم قناعه بيه، لا لان هم عندهم فعلا دلوقتي سير ذاتيه افضل من كيروش. ولكن كيروش يملك الميزه الكبيره جدا جدا اللي هو ايده بقى، مش عشان ماتشين في شهر 9 تجيب كيروش. انت لو بتتكلم بالفكره دي، لا ده انا عايز مدرب، هو في قناعه بكيروش، لا يقعد لي سنتين ثلاثه بقى بمشروع بخطه، لا 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 في قناعه بكيروش انه يقدر يعمل ده، لا هو في قناعه مش قصه بس ان الماتشات، اصل انت بتقولي لو لا انا بقول لك لو ما فيش ماتشات في شهر 9 كلش هنجيب كيروش، لا اقصد ما كانش هيبقى ليه افضليه، كان هيبقى من 3 4 اسماء مثلا مرشحين، كان ممكن يبقى هو رقم 1 او رقم 2 او رقم 3. بس دلوقتي انت ليه يعني لسه منتظر مع كيروش للاخر ليه؟ عشان الجزئيه دي. كيروش لحد النهارده هيعملوا ايه بقى؟ ده اللي هيتعمل، ان هم هيصبروا الاسبوع ده كده كده. ميتنج زوم اتعمل مع 3 مدربين، والثلاث مدربين بشكل مبدئي موافقين على تدريب المنتخب، ما فيش اي مشكله، هم فاضيين يعني مش شغالين 3 مدربين. يعني فيهم مدربين ماشي. لا ما الاهلي، الاهلي 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 فيه مفاجاه كبيره هقولها في مدرب المنتخب لما نيجي للاهلي. ولكن انا بقول لك ان هم دلوقتي 3 مدربين دول موجودين مع كيروش، يعني كيروش لسه موجود، ممكن يكون الامل ضعيف زي ما احمد قال عشان القصه بتاعت الوقت اللي هو مديه. ولكن انا باكد لك ان حتى لو جه واحد من الثلاثه دول، انا متاكد انه هيكون مدير فني كبير جدا جدا، وهيعمل فرق كبير جدا على المنتخب. يا مساح، انت قلت المدرسه البرتغاليه ومدرسه امريكا اللاتينيه، موجوده برضو. موجوده يعني في اوروبا يا أوروبا امريكا اللاتينيه. امريكا اللاتينيه. طيب نروح بقى، عشان فتحتوا موضوع مدرب الاهلي، نروح للاهلي وايه اللي